الرفيق الأستاذ راضي الموسوي الأمين العام لجمعية العمل الوطني وعد، الضيوف الكرام من الكويت وغير الكويت من الدول الشقيقة، الرفاق والرفيقات أعضاء الجمعية، التحية الصادقة لكم جميعا. يسعدني أن أتقدم إليكم باسمي وباسم التيار الوطني الديمقراطي في البحرين بأحر التحيات لرفاقنا في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، رفاقنا في الهم المشترك والآمال الوطنية المشتركة والنضال الطويل المشترك من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية. نجدد التحية لكم في افتتاح أعمال مؤتمركم العام الثامن هذا، وتمنياتنا الصادقة بنجاح هذا المؤتمر وبلوغ الأهداف والقرارات التي تصبون إليها، ثقة منا بأن أي نجاح تحرزونه هو نجاح لنا وللحركة الوطنية والديمقراطية في بلادنا ولمجمل النضال الشعبي في سبيل الديمقراطية والإصلاحات السياسية وتجاوز الأزمة السياسية الحادة التي ما تزال وللأسف الشديد تعصف ببلادنا ونازلنا نعاني منها جميعا. ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار نحو دولة مدنية ديمقراطية تضمن المواطنة المتساوية والعيش الكريم، وهذا شعار تتوحد من أجله قوى ومكونات التيار الوطني الديمقراطي المؤمنة بأن الديمقراطية والدولة المدنية العلمانية ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقرع ولا سلعة تعرض، وإنما هي مبادئ أساسية ترتكز على الإصلاح السياسي والدستوري والعدالة والحق والمساواة واحترام الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال الفساد ومواجهة وحول الغوغائية والكراهية والتأزيم وإثارة النعرات وكل ما يفتك بالضمائر ويعمي بالبصائر ويعظم الأخطار التي تهدد الوطن. الرفاق والرفيقات الحضور الكرام، إن الأخطار والتحديات الكبرى التي تهدد الوطن لم تعد خافية على أحد، من ضمنها بل في مقدمتها مخاطر الانقسام الطائفي البغيض، مخاطر تدفع إليها قوى مختلفة، ومن يقف وراء هذا التسعير البغيض يسعى واعياً لصرف الأنظار عن شروط واستحقاقات الإصلاح السياسي وبناء الدولة الحديثة القائمة على أسس الشراكة السياسية وتقاسم السلطة بين الدولة والمجتمع من خلال سلطة تشريعية ذات صلاحيات حقيقية في مجالات التشريع والرقابة والمساءلة، ومن خلال توزيع الثروة على أسس عادلة بدلاً من احتكارها في أيدي حفنة من المتنفذين وذوي الحظوة، علاوة على مخاطر الوضع الاقتصادي ومخاطر الانعطافات الحادة الإقليمية وتداخلها مع قضايانا الوطنية. وكم هو بالغ الخطورة والسوء حين نجد من يستثمر هذه المخاطر وبلا خجل في ترسيخ الطائفية وطأفنة كل شأن وطني ومحاولة جعل المواطن معتلاً في وطنيته. وقد يكون من الواجب علينا في هذه المناسبة أن نؤكد بأنه لا مناص من فتح معركة دائمة ومستدامة ضد الطائفية بقوة صافية من أي شائبة طائفية.
إلى جانب ذلك هناك مخاطر هذه المراوحة السياسية التي تعيشها بلادنا في غياب آفاق واضحة للخروج منها، نظراً لانعدام الإرادة السياسية الضرورية، مما جعل المشهد السياسي يتطبع بحالة من انسداد الأفق والسكون والاستسلام للواقع والمفروض بشكل يبعث على الأسى والقلق، يتفاقمان أمام ما نراه من حرائق وأزمات في المنطقة يتوجب علينا تجنب نتائجها الوخيمة على مستقبل البلاد وعلى أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، خاصة وأن هذه المخاطر تهدد بتفكك الخرائط الجغرافية وطغيان النزاعات الطائفية والمذهبية. الرفاق والرفيقات، إن ما حدث ويحدث يكفي للتأكيد على حاجتنا إلى أهمية تجاوز حال المراوحة الراهنة وحال الخيار الأمني، وأن هذه المهمة خاصة بالنظر إلى ما أنتجته هذه المراوحة لا تحتمل المزيد من التأخير، وهو تأخير إن استمر ستكون له المزيد من الارتدادات السلبية التي عشناها وما نزال. لذلك نجدد الحاجة إلى إرادة سياسية، وإلا ستظل المهمة مستعصية ولن يتحقق ذلك بمعزل عن إنجاز مهام الإصلاح السياسي والدستوري وتأمين استقلالية القضاء وتحرير التشريعات النافذة من روحية قانون أمن الدولة ونصوصه، والتوجه نحو إقامة بنية تشريعية تحقق ما توافق عليه الشعب والدولة لحظة التصويق على ميثاق العمل الوطني، وتأكيد احترام حقوق الإنسان وكرامته من خلال مداواة جروح ضحايا القمع والتعذيب ووضع حد للممارسات التي وثقتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتلك التي توثقها الهيئات الحقوقية المعتبرة، ورفع التضييق عن الجمعيات السياسية والحراك السياسي. الحضور الكرام، طالما أنني أتحدث في هذه المناسبة باسم التيار الوطني الديمقراطي، فاسمحوا لي أن أتوقف وقفة متأنية أمام ما يخص هذا التيار الذي كثرت الندوات والكتابات والنقاشات حوله، خاصة في الآونة الأخيرة، وهي تكاد تجمع على سرعة بلورة وانطلاق هذا التيار والواجب الملقى على عاتق جمعياتنا الثلاث وعد التقدمي والتجمع القومي. ولا يخفى بأنه قد اشتد ما يمثل رأياً عاماً تقدمياً وديمقراطياً في بلادنا على المكونات المفترضة لهذا التيار، وهي الجمعيات الثلاث، لكي تطلع بدورها للإعلان عن هذا التيار العابر للطوائف والمشاركة في دور وطني يعول عليه، وهذا مفهوم تماماً. فبعد التحولات الجديدة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المؤلمة على الحالة المعيشية للجماهير تحت ضغط الأزمة الاقتصادية المالية العالمية وبسبب إملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والتي مست الفئات الأكثر فقراً، وبعد المراوحة الطويلة في العديد من القضايا ومنها قضايا الأحوال الشخصية والحريات والتوجهات المعادية للثقافة والفنون والإبداع الإنساني ومؤسسات مجتمع مدني يراد لها أن تكون ضعيفة أو شكلية، فأنه في ضوء تلك المعطيات وغيرها تغدو الحاجة ملحة وموضوعية لأن يكتمل بناء صرح هذا التيار لينهض بمهامه الوطنية ويستنهض معه قوة الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من القوى التقدمية الرافضة لحال المراوحة والانشطار والشطط والتعصب والطائفية والمؤمنة وبكثير من الإحساس والمسؤولية بدولة مدنية ديمقراطية
تضمن المواطنة المتساوية والعيش الكريم. ها نحن نعود إلى شعار هذا المؤتمر: الدولة المدنية الديمقراطية التي تجعلنا في غنى عن مقولات مثل العيش المشترك والتأكيد على بديهيات، لأن أهداف الدولة المدنية السعي لتحقيق العدل والحقوق المساواة، ومن أسمى غاياتها تحصين الوحدة الوطنية. فالديمقراطية تعمل لوطن موحد ومواطن متحرر ومحرر انتماءه للوطن وليس لطائفة أو مذهب. إننا أمام أوضاع وظروف وتحديات نتطلع أن تحفز على تسريع خطى المكونات المفترضة لهذا التيار من جمعيات وقوى سياسية وشخصيات وطنية، ويكفي ما ضيعناه من فرص ووقت لإنجاز هذه المهمة بعيداً عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية والانتهازية التي مزقت الوطن وعمقت الشرخ ومست النسيج الاجتماعي. تيار وطني ديمقراطي يكون إضافة نوعية لمسيرة العمل السياسي والوطني. ليس المطلوب من هذا التيار مناكفة أي طرف من أطراف المعارضة أو أي من القوى المجتمعية أو الدخول مع أي منها في صراع هنا أو هناك، بل يمكن التعاون والتنسيق مع هذه القوى طالما العمل من أجل مصلحة الوطن والشعب واحترام التعددية الفكرية والسياسية وحقوق الإنسان. ولعله من المناسب هنا أن نذكر باعتزاز كيف انبثق التيار الوطني الديمقراطي في مراحل سابقة من تاريخ البحرين، وكيف لعب دوراً كبيراً في النضال الوطني المعادي للاستعمار والاستبداد والاستغلال، والداعم لنصرة قضايا التحرر في الوطن العربي والعالم، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية العادلة. ويمكن أن نقول باختصار إن هذا التيار هو امتداد لتقاليد النضال الوطني الديمقراطي والفكر التقدمي في البحرين والوطن العربي. إن الحوار المشترك الذي جرى في الفترة الماضية بين جمعياتنا الثلاث التقدمي ووعد والتجمع وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة بهدف تذليل المعوقات التي تعترض أو تؤخر بناء هذا التيار، هذا الحوار قطع شوطاً نأمل أن يستكمل في الفترة القريبة المقبلة، مع ثقتنا في أن القيادة الجديدة لجمعية وعد ستواصل الجهد المشترك معنا من أجل بلورة هذا التيار والإعلان عنه، ليضم معه كافة الجمعيات السياسية العلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة التي هي مكون أصيل من مكونات هذا التيار المنشود. كما أن طموحنا أن تأتلف كل القوى المؤمنة بالإصلاح السياسي والديمقراطي من كافة الأطياف في عمل وطني واسع يشمل كافة أوجه التعاون الذي يرفع من قيمة المواطنة والديمقراطية ويعيد الزخم لمبادئ الميثاق الوطني، مؤكداً من جديد إن إرساء أسس التعاون بين جمعياتنا الثلاث خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف ولبناء هذا التيار. كما نطمح إلى المسارعة في اتخاذ خطوات المعالجة الحتمية والمنطقية التي تعود بنا إلى المسار السياسي الذي يزيل كل الاحتقانات والتأزيمات والإخفاقات والتوترات والعصبيات السياسية والمذهبية وكل ما يزيد الوضع قتامة وسوءا بعيدا عن كل ما من شأنه وضع العصا في الدواليب. في الختام أكرر لكم جميعا الشكر والتقدير مع صادق الأمنيات بنجاح مؤتمركم وخروجه بما تطمحون إليه من قرارات ونتائج بناءة، وأن يشكل هذا المؤتمر خطوة مهمة في مسعانا المشترك لتطوير نضالكم ونضالنا من أجل بلوغ الأهداف التي ناضل ويناضل من أجلها مناضلون من مختلف الأجيال. والسلام عليكم.